هنناقش، مش هنناقش يعني، ده حفل توقيع أول كتاب لصديقي وزميلي مهنة الأستاذ محمد طهيمة. أهلا بيكم مرة ثانية، تالت أول اللي ورا دي. الكتاب ما يعني مش عايز أقول إن هو رواية ولا عايز أقول إن هو قصة، هو حدوته لطيفة، فيها جزء من النميمة وفيها جزء من الوقائع ومن الوقائع. أنا بشكل عام مبدئيا يعني اتفاجئت إن محمد أصلا بيفكر إنه يعمل كتاب أو حدوتة أو كذا، واتبسطت جدا لأن أنا بحب جدا لما تلاقي عندك مجموعة من المعلومات أو فكرة معينة أو محددة. كتابة الصحافة دايما بتنتهي يعني زي ما بيقولوا بتنتهي بلف الفول والطعمية أو كذا. الكتاب بيبقى دايما هو الأبقى، هو اللي الناس بتبص عليه بعد كده، حتى لو في فترة قادمة هيجي علينا وقت هندور على إيه اللي كان بيحصل بعد ما حصلت ثورة في البلد. الكتاب مش بعيد عن فكرة الثورة، هو قريب منها. هو حاول يشتغل على فكرة سوزان مبارك نفسها، لكن ببعض الخوف، مش الخوف من النظام أو الخوف من إن هو يتعرض لقهر أو كذا، لكن أعتقد إن الخوف اللي في الكتابة كله خوف من المعلومات، هل هي صحيحة؟ هل اختلط فيها الخيال بالواقع؟ هل المعلومات اللي قدر يجمعها كانت صحيحة إلى حد بعيد ولا غير صحيحة؟ هو في الكتاب بيقول في أول صفحة إن هو يعني الفكرة كلها عن سوزان مبارك. أنا ماليش دعوة بالأسماء اللي هو حاططها، هو حاطط أسماء تانية، لكن أنا هتكلم عن اللي أنا فهمته كقارئ يعني، إنها حدوتة عن ميلاد سوزان مبارك. بدايتها هو خد تفصيلة واحدة من النظام يعني اللي هي سوزان مبارك، خد تفصيلة اللي هي الست نفسها الهانم كيف ولدت، كان عنده بعض المعلومات، حاول يشغل خياله برضو، اتولدت ازاي واختاروا اسمها ازاي، هو مغير اسمها خلاها هانم وحاجات كده، وكان وقع بعد كده في اخطاء، لانك لما تيجي تعمل اسم مستعار لازم تستمر بيه الى الاخر، ما تقعدش طول الوقت يعني مبارك تخليه تبارك مش عارف ايه، يعني كان يعني زكريا عزمي تخليه مش عارف مين نظمي، يعني موضوع مجهد جدا 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 وما كانش ليه اي داعي، غير زي ما بقول لحضراتكم ان حاول يبعد عن المعلومات هل هي صحيحه ولا غير صحيحه، لان في حاجات كتيره جدا. هو بيقول ان هو سافر المنيا حيث ولدت سوزان مبارك وجمع بعض المعلومات، وسافر الى بلبيس او الى اماكن اخرى، حاول يجمع قدر كبير من المعلومات، حوالي 45 صفحه، لان الاستاذ محمد سليم الروايه امبارح يعني هي امبارح، لان هو امبارح كان بالليل ما بيحسبش. حدوتك في الصفحة اللي قبل الأخيرة، إن لما قامت الثورة، أنا حبيت أقول إن لما قامت الثورة في مصر وفي ميدان التحرير، قامت ثورة جوه الشركة اللي كانت الهانم وجوزها بيحكموها لحسابهم، فقضت عليها خلاص، فأصبح في عندي غلط لغوي غير مقصود، اللي هو حرف الت، يعني حطت حرف الت مكان الميم، ودي طبعا أنا آسف ليها برضه تاني، لأن أنا كان المفروض إن أنا أرجع وأعملها، بس لأني كنت واخد شغلها ثقة فما رجعتوش، فأنا آسف تاني على الخطأ الغير مقصود ده. وأنا بعد آسف بالنسبة لموضوع جمال وعلاء، لا انا قبل جمال وعلاء بس اذنك، بس كلنا التجربة الاول، يعني ازاي انت بدأت تفكر في الموضوع، يعني التجربة نفسها. التجربة نفسها بدأت معايا من واحنا معتصمين في ميدان التحرير قبل تنحي الرئيس السابق، يعني انا كنا لما كنا معتصمين في قلب الميدان جات لي فكرة تامر حسني، انا مش عارف برضه ايه اللي فكرني بتامر في الوقت ده. تامر لما دخل السجن وكلنا كنا متوقعين واحد هربان من الجيش، واحد تعبان، واحد حصل له ده كله، فكان طبيعي جدا ان هو هياخد له من 5 ل6 سنين، هيطلع عين امه في السجن يعني، لكنه فاجئ ان هو ياخد سنه ويطلع يغني فيها وياخد السنه الثانيه مع ايقاف التنفيذ. فلما بحكم الحاسه الصحفيه طبعا عرفنا ان اللي واقف ورا الموضوع زوجات الكبار وبناتهم، يعني زوجات ناس مهمين في جيش في شرطه في اي مكان في دولة، هم دول اللي كانوا ورا ان تامر طلع وغنى، وانا كنت موجود في اول حفلة ليه اللي هي كانت في قاعة المؤتمرات في الحركة اللبنانية ولا اليابانية.
فانا خدت الحدوته ان فعلا الست لما بتبقى محتاجه ان هي تتحكم هي ممكن فعلا ان كيدهن عظيم. فانا جت الحدوته من هنا. يعني انا فكرت ان انا اخد حاجه كده يعني اللي هي الست الخارقه للعاده، بس ما تبقاش خارقه قوي لدرجه ان اللي قاعد يفتكر ان يعني ملهاش حل. لا، هي كان لها حل، فهي كان عندها نقط ضعف كتير. يعني الهانم عندي كان عندها نقط ضعف كتير، وكان عندها مناطق حساسه قوي بتخاف تتكلم فيها. كانت تقريبا عايشه شبه منعزله، كانت بتخاف يبقى لها اصحاب، كانت بتخاف قوي من موضوع ان يبقى لها اصحاب عشان تخاف نقطه الضعف. الطفل البني ادم الوحيد اللي حبيته في حياتها كانوا اتنين، واحد حبته وتخلى عنها في موقف كان صعب، كانت خارجه هربانه من المدرسه ورايحه تتفسح معاه بالطيران مصر الجديده، وحصل موقف جوه الطيران فهو سابها ومشي. فهي اتعقدت من النقطه ديت. الحد التاني اللي هي سمت ابنها على اسمه اللي هو اسمه علاء، وعلاء ده كان بالنسبه لها اللي هو رمز الرجوله اللي مش موجوده، اللي هو الحد المحترم قوي ابن الناس الجدع اللي ما يعرفهاش، ولما وقعت في بتاعه نزل في بتاع جابها. فكان يعني انا ما ده ما يعرفنيش، طب ده نزل وقابلني ليه؟ نزل جابني ليه؟ الدقة في المعلومات عند الأطفال في البيت، سواء هيؤرخ أو ناس هتقراه أو هتتعقبه أو هيكون جزء من المواد التحليلية السنوات المقدمة، ممكن ده يكون جزء من هذه المواد اللي الناس تعقف على دراستها عشان تشوف إيه اللي حصل أيام الثورة بتاعتها. الخطورة هنا في فكرة إن أنا ممكن بحجة إن أنا بكتب بأسماء مستعار إن أنا أحط معلومات أو أحط أفكار أو أحط أخبار ربما لا تكون صحيحة، وفي ذلك الوقت إن أنا ممكن أضر القارئ بمعلومات ربما يكون هو بيقراها لأول مرة، لأن مش كل حياة الناس دي كانت شيء معلوم، ما كانش في شيء مفهوم لبعض المعلومات. أنا عندي كل الدلائل التي تؤكد أنك تتحدث عن سوزان مبارك. يعني مفيش، يعني أقل درجة من الوعي لما يمسك الكتاب هيعرف أنك تتحدث عن سوزان مبارك. الأستاذ بيطلب منك بعد كده لو تشتغل بهذا الشكل أو الأسماء واضحة إلى حد ما، أو أنت معتقد لوحدك أنها مشتكلة على الخارج، أن تكون المعلومات بقدر الإمكان موثقة.